أهلا بكم من جديد. التقى رئيس النظام السوري وفدا روسيا برئاسة يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء وحضور سيرغي لافروف وزير الخارجية. إعلام النظام نقل عن الأسد قوله إن سوريا مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد، مشيرا إلى اجتماع للوفد مع وزير شؤون الرئاسة تم خلاله إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للطرفين للعديد من القضايا، وهو ما يطال بشكل خاص المسائل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سوريا بحسب وسائل إعلام روسية. وخلال مؤتمر صحفي جمع وزيري خارجية روسيا والنظام بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الروسي، قال وليد المعلم إن المحادثات مع الوفد الروسي كانت بناءة ومثمرة، معتبرا أن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى العام المقبل. بدوره سيرغي لافروف قال إنه بحث مع الأسد الوضع الميداني، وهو وضع هادئ نسبيا ويجب توحيد الصفوف داخليا، مضيفا أن أمام سوريا أولويات جديدة في مقدمها إعادة الأعمار. أما نائب رئيس الحكومة الروسي فقال إنه سيزور دمشق في ديسمبر لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي، مشيرا إلى أن موسكو تساعد دمشق في مواجهة عقوبات قيصر، كاشفا العمل على تجديد 40 منشأة للطاقة في سوريا. الميزة الأهم لهذه المرحلة هي أن سوريا بالدعم الروسي الحاسم انتصرت في حربها ضد الإرهاب وضد خطط القوى الخارجية لإضعاف وتدمير الدولة السورية. في ظل هذه الظروف توجد أولويات جديدة أمام سوريا، في مقدمتها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد الدعم الدولي لتحقيق هذا. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من أوتاوا دكتور هشام مروى رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، ومن موسكو المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في هذه النشرة وعلى شاشة الحدث دائما. سيد سيدروف، أبدأ مع حضرتك، ما فهم من التصريحات الروسية أنه سيكون هناك تكثيف للزيارات إلى دمشق للتوصل إلى حلول أو تطور بالملف، لماذا الآن تختار روسيا تكثيف الجهود في هذا الإطار؟ نعم، أعتقد بأن السبب الرئيسي لتكثيف الجهود الروسية يعود ربما إلى كون صبرها قد نفها أو يكاد، لأنه بالفعل حتى الفترة الأخيرة لم يرى أي من الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالأزمة السورية أي تقدم يذكر فيما يتعلق بموقف الحكومة السورية من جهة وموقف المعارضة من جهة أخرى. يعني المحادثات والمشاورات التي جرت من قبل لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية بالنسبة لمستقبل سوريا التي يعاني شعبها من الجوع، يعاني من نقص المواد الغذائية، نقص الكهرباء، من العديد من المشكلات التي تنهال عليه بسرعة مذهلة في الفترة الأخيرة. وبالتالي لابد أن يكون هناك تحرك دولي عاجل فيما يتعلق بإنقاذ الشعب السوري من تلك الحالة أو الوضع الكارثي الذي يعيشه في الفترة الأخيرة. وواضح تماما أن أي مساعدات أو إعادة الإعمار لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إطلاق العملية السياسية، أو على الأقل بعد أولى الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة السورية أولا للاستجابة لتلك المطالب المتعلقة سواء بموقف المعارضة أو الواردة في مشروع القرار أو القرار الدولي رقم 2254. بس حضرتك قلت أنه طفح الكيل لدى روسيا، ممن تحديدا بسوريا؟ نعم، حضرتك قلت أنه الكيل طفح لدى روسيا، ولكن من تقصد طفح الكيل من أي طرف داخل سوريا اليوم؟ يعني حضرتك تتحدث عن الحكومة السورية؟ نعم، أنا أتحدث عن الحكومة السورية من جهة، ولكن في نفس الوقت عن المعارضة. يعني الجلسة الأخيرة للجنة أو المجموعة المصغرة للجنة الدستورية بيّنت حسب بعض المصادر أن هناك بدأت تلوح في الأفق مؤشرات تدل على تغير، ربما تغير يطرأ سواء على موقف الحكومة من المسألة المتعلقة بالمتغيرات السياسية أو من قبل المعارضة التي كما يبدو استجابت لبعض الأمور وبعض المبادئ التي يصر على تنفيذها دمشق. دكتور هشام، هل فعلا في تغير جذري بموقف المعارضة اليوم، أو حتى في تعويل على تغير جذري بموقف النظام لدى المعارضة؟
مساء الخير لك والإخوة المشاهدين بضيفك موسكو. الحقيقة كلمة طيبة أن يقول أن موسكو قد نفذ صبرها من النظام، وأن النظام فعلا كان يعرقل العملية السياسية طول الفترة السابقة من يوم أن صدر قرار 2254 الذي يحدد خطة الطريق أو خارطة الطريق من أجل العملية السياسية. النظام والروس من خلفه ضربوا بهذا القرار عرض الحائط، وبقي هذا القرار كبيان جنيف السابق للتغني به والحديث عنه. الآن يبدو أن هناك تفاهمات لعلها على أثر يعني لقاءات أمريكية روسية، وبالتالي لقاءات تركية أمريكية أيضا في توجه نحو الروس من أجل أن يعني ضغط على الروس، أو سؤال الروس: لماذا لا توفون بعهودكم؟ قلتم أنكم ستقودون العملية السياسية الانتقالية في سوريا وتدفعون العملية السياسية. فعندما ضاق زرع المجتمع الدولي من الروس ذهبوا وقد ضاق زرعهم بما جاء في بما يعني تفعله الحكومة يفعله النظام في دمشق. أما بالنسبة لموقف اللجنة الدستورية، الحقيقة لم يتغير شيء في موقف المعارضة. قوة الثورة والمعارضة من اللحظة الأولى منفتحة للحل السياسي وحريصة على أن تبدأ المناقشات الدستورية من اللحظة الأولى، لكن النظام هو الذي كان يؤخر ويماطل. يعني يسمح لي أن أقول لعل وجود المستشار بيدرسون السيد الروسي في هذا الاجتماع هو الذي كما يقول بعض حضر الاجتماع هو الذي ساعد على أن يكون هذا اللقاء إيجابي. عندما يحضر المسجد الروسي تكون اللجنة الدستورية تتحرك باتجاه وعند طلب من طرف النظام، وعندما لا يحضر يتصرفون بطريقة للأسف الشديد فيها تضييع الوقت ومحاولة لإفساد هذه الجسد. وإنما الآن إنما لنبني على نعم هناك تقدم إيجابي عبر عنه رئيس اللجنة الدستورية، خاض الطرفان في الحديث بالقضايا الدستورية إن صح التعبير، لكن ينبغي أن يكون واضح أن النظام رفض التحديد. يعني عندما أراد وفد اللجنة الوفد الدستورية من قبل قوى الثورة والمعارضة أن يحدد موعدا من أجل أن يكون هناك استئناف جدي للعملية والبدء في الخوض في العملية الدستورية، اعتذر النظام لم يعرف عن موعد جديد. سيد سيدروف، يعني لافت كان موضوع التطرق إلى الصفقات الاقتصادية والحديث عن إعادة أعمار، الحديث عن إعادة الأسد رئيس النظام السوري أو حتى من جانب الوفد الروسي، وحتى يعني البعض وصف بأنه روسيا تتحدث عن إعادة الأعمار، ولكن هذا الموضوع ليس فقط لروسيا، كثير من الدول اليوم تنتظر بدأ هذه العملية، فيما فهم أنه يعني في رسالة معينة من روسيا بهذا الإطار تحديدا. هل هي محاولة اليوم هذه الزيارة هي لإنقاذ النظام اقتصاديا، أو هي محاولة للضغط عليه اقتصاديا؟ هي أولا وقبل أي شيء آخر كما يبدو لي محاولة من قبل روسيا لأن تثبت أو تستعرض للعالم مدى جهودها التي تبذلها لحث النظام على إبداء المزيد من المرونة، سواء في المباحثات والمشاورات مع المعارضة أو في أمور أخرى تتعلق بالأزمة السورية بشكل عاجل. فإذا نجحت موسكو في إقناع العالم واستعراض جاهزيتها لبذل قصارى جهودها يعني حث النظام والضغط عليه وجعله يغير موقفه في نهاية الأمر، فربما هذا سوف يمهد لبداية عملية حقيقية فيما يتعلق طبعا بإعادة إعمار سوريا. ولكن كما قلت في البداية الأمرين مترابطان تماما، حيث أن إعادة إعمار سوريا لا يمكن أن تبدأ إلا أن بعد أن يكون قد اتضح أن الحكومة السورية بالفعل عازمة كل العزم على اتخاذ خطوات واقعية تدل مدى استجابتها سواء للقرار 2254 أو للمطالب التي تقدمها المعارضة في المشاورات سواء الجارية في جنيف أو قبل ذلك على المحافل والمستويات الأخرى. دكتور هشام، يبدو أنه في ضغط روسي فعلي وكبير اليوم على النظام السوري، كيف يمكن أن تتصرف المعارضة؟ المعارضة كما يعني المعارضة كما تتحدى دائما للدخول في العملية السياسية وأنفذت وظيفتها، ولكن النظام هو الذي يؤخر العملية السياسية. أنا سعيد أسمع ضيفك موسكو هذا الكلام، أن المجتمع الدولي وحتى يعني الإعلام في روسيا وضع
المحللين السياسيين بدأوا يتفهموا أن المشكلة هي في موقف النظام. النظام هو الذي عقد عملية دستورية يحاول إنتاج نفسه من خلال حلفائه، يعني يعطي الوعود ولا ينفذ. لكن أيضا ذاكرة ليس يعني فعلا نحن حريصون على أن نسمع، ليس فقط أن نسمع أقوال من الروس، نريد أن نرى أفعالا. موضوع أن يكون هناك يعني مجرد أقوال، مجرد سياسية وحريصون على عملية سياسية، لا، هذا الواقع لا يكون. أفعال شو دكتور هشام؟ أي نوع من الأفعال تريدونها من الروس؟ يعني الآن الأجندية في مفاوضات جديدة. هناك طرف وحيد يعمل هو مسار الدستورية، لذلك لا تفتح بأخذ الفتاة التي نقع قرار 2254، لماذا لا يتم الضغط لإخراج المعتقلين؟ هؤلاء الذين يقعون في السجون بدون وجه حق ويعاقبون الآن ويواجهون الموت في هذه الظروف الصحية المتأخرة، لماذا لا يكون في ضغط من أجل فعلا وقف القصف على المدنيين؟ ونحن نتحدث أمس وكل يوم في قصف، سواء كان من الروس أو سواء كان من النظام على مناطق المعارضة. يعني في حشودات من أجل الضغط على الضغط، يعني في عمليات تفسد أي اتجاه أو أي جهة سياسية. إذا كانت الروس جادية، كان الروس جادين في عملية الضغط اتجاه العملية السياسية، فأمامهم الحقيقة أشياء بسيطة جدا. أقول ملف المعتقلين، وقف القصف، ملف فتح المساعد، فتح البلد بشكل أو بآخر للعملية السياسية. طيب خليني أرجع لسيد سيدروف بهذه النقطة تحديدا. دكتور هشام يتحدث عن أنه اليوم المطلوب إذا ما كان بالفعل في ضغط روسي هو أفعال لا أقوال، والأفعال تترجم بعدة نقاط هو عددها، منها على رأسها القرار 2254. هل يمكن لروسيا أن تذهب إلى ضغط إلى هذه الدرجة واضح وفعلي ويعني محسوس على النظام السوري الآن؟ لا، بطبيعة الحال روسيا بإمكانها أن تفعل ذلك، وأعتقد بأنها بالفعل تمارس ضغوط شديدة ربما غير مسبوقة على النظام السوري لجعل الأخير يتحرك في نهاية الأمر، لأنه قبل ذلك يعني لم يبدي أي رد فعل إيجابي سواء على المبادرات التي يطرحها الطرف الآخر أو المعارضة، أو حتى على المقترحات التي ربما كانت مخففة نوعا ما من قبل روسيا. الآن روسيا تدرك تماما أن الوقت قد حان لتحرك بخطوات حاسمة، الضغط المباشر على النظام ليغير موقفه ويتجاوب مع ما ورد في القرار 2254، ويبدأ بالفعل الخطوات التي يجب أن تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية بأسرع وقت ممكن. دكتور هشام، يعني في اليوم برأيك نية لدى النظام بالامتثال للضغوط الروسية؟ النظام لا، يعني النوايا نترك حديث عنها، لا، واضح بالنسبه انه النظام يفكر فقط في بقائه في السلطه واعاده انتاج نفسه. اما هل يمكن الروس ان يضغطوا؟ الجواب نعم، كما قال ضيفك اليوم، انا وضيفك عم نقرأ الظاهر من نفس الكتاب او قريب من نفس الوضع. فعلا الروس قادرين يعملوا ذلك. ما هو موقف الايرانيين؟ الايرانيون سيكون لهم موقف. هل توازن في العلاقه؟ الروس يجب أن يضغطوا أيضا على الإيرانيين من أجل أن ينتجوا موقفا جادا. النظام يعيش حالة التوازن ما بين الإيرانيين والروس. الروس لهم اليد الطولة والإيرانيون لهم القدرة على التأثير في أدائه اليومي وفي أدائه الأمني وفي أدائه الاقتصادي حتى. فأيضا مطلوب أن الروس الضغط على إيران بهذا الاتجاه. يمكن أن يستجيب النظام إذا استطاع الروس أن يجيشوا الإيرانيين معهم في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك ضيفنا من أوتاوا الدكتور هشام مروة رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. أشكر كذلك ضيفي من موسكو المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف.